لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، من كتاب المنة ذكرنا أن من مات على الشرك بعد بلوغ الرسالة فهو مخلد في النار أبدا. من مات على الشرك، يعني العبرة بالخواتيم، أن يموت على الشرك وقد بلغته الرسالة، فهذا عياذا بالله مخلد في النار أبدا لا يخرج منها، لقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن مات على ذلك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك. فمرتكب الكبيرة الذي مات مصرا عليها فهذا في خطر المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، لكن إن عذب فإنه لا يخلد في النار، سيخرج منها يوما من الأيام بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة أن هناك عذرا بالجهل، ومعنى الجهل يعني لم تبلغه الحجة، وهذا ناشئ عن عدم البلاغ. فمن مات وقد بلغته الحجة وأصر على الكفر والشرك فهذا عياذا بالله خالد في النار. إذن هذا لمن بلغته الحجة، ومن لم تبلغه الحجة فهذا يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: ادخلوا النار لو دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما، ومن لم يدخلها يسحب إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن فهو المنذر، ومن لم يبلغه لم تقم عليه الحجة. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد البلاغ. وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. لا يسمع بي أحد، لا يسمع بي أحد. إذن من لم يسمع فهذا لم تبلغ الحجة، إنما الحديث هنا في من سمع من هذه الأمة، المقصود هنا أمة الدعوة،
وهي الجن والإنس إلى قيام الساعة. يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار إذا بلغته الحجة. وهذا حديث صحيح رواه مسلم. وفي رواية البزار: ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. وكذا أيضا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل ممن كان قبلنا يسرف على نفسه، يسرف على نفسه يعني بالذنوب والمعاصي، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله عز وجل الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت. فإذا هو قائم أي عند ربه عز وجل، فقال الله عز وجل: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا ربي خشيتك، فغفر له. وهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. هذا الرجل كان مسرفا على نفسه بالذنوب والمعاصي، فلما حضره الموت خاف من ملاقاة الله عز وجل وهو مسرف على نفسه، فقال لبني: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني، اطحنوني يعني اجعلوني رمادا، ثم ذروني في الريح يعني في يوم رائح شديد الريح أرموا هذا الرماد، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به بنوه ذلك، فأمر الله عز وجل الأرض أن تجمع ما فيها منه، ففعلت. فإذا هو قائم أي حي عند ربه عز وجل، ثم سأله الله: ما حملك على ما صنعت؟ ما الذي حملك على أن تأمر بنيك بذلك؟ فقال: يا ربي خشيتك، فغفر الله عز وجل له. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، اليم يعني البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. ففعلوا به ذلك، فقال الله له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك، فغفر له. فهذا الرجل شك في قدرة الله وفي إعادته، أي إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد. والذي يعتقد أنه ليس هناك بعث بعد الموت فقد كفر، لأن من أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالبعث بعد الموت. فهذا الرجل شك في قدرة الله أن الله يبعثه، وهذا فهذا كفر باتفاق المسلمين، لكنه فعل ذلك جاهلا
جاهلا يعني لا يعلم ذلك، لا يعلم أن الله قادر على أن يبعثه وعلى أنه سيبعث بعد الموت. هو ظن أنه إن فعل به بنوه ذلك أنه لن يبعثه الله، وهذا من شدة خشيتي وخوفي من الله سبحانه وتعالى. فهذا الاعتقاد كفر، لكن لماذا لم يحكم عليه بالكفر؟ لأنه جاهل. جاهل يعني لا يعلم قدرة الله سبحانه وتعالى أنه سيبعثه بعد الموت. وكان مؤمنا يخاف الله عز وجل فغفر الله له، دل ذلك على أنه لا مؤاخذة قبل البلاغ. الله لا يؤاخذ الإنسان الذي لم يبلغه الدليل أن هذا كفر أو أن هذا حرام. طالما أنه لم تبلغه الحجة والدليل فهذا غير مؤاخذ. وقال رحمه الله تعالى أيضا في موضع آخر، كما ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. فقال الله له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك فغفر له. فهذا الرجل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك، أو شك أن الله لا يقدر على جمعه وأنه لا يبعث. وكل من هذين الاعتقادين كفر، يعني يعتقد أن الله لا يقدر على جمعه أو يشك في ذلك أو أن الله سبحانه وتعالى لا يبعث، كل هذا كفر. يكفر من قامت عليه الحجة، يعني من بلغه أن الله عز وجل يبعث الناس بعد موتهم يوم القيامة، وأن هناك يوما آخر سيجمع الله فيه الناس، هذا بذلك بلغته الحجة. كفر ثم قال: لا، ليس هناك بعث بعد الموت، هذا كفر بالله عز وجل. أما هذا الرجل كان يجهل ذلك ولم يبلغه العلم بما يرده عن جهله، وكان عنده إيمان بالله وبأمره ونهيه ووعده ووعيده، فخاف من عقاب الله فغفر الله له بخشيته. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الفصل، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا لم يعمل خيرا قط، فلما حضره الموت قال لأهله: إذا مت فأحرقوني ثم ذروا رمادي في يوم راح. في يوم راح يعني شديد الرياح، نصفه في البحر ونصفه في البر، يعني خلوا رمادي هذا نصف في البحر ونصف في البر. لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذب أحدا من خلقه، وإن الله عز وجل جمع رماده فأحياه. وسأله: ما حملك على ذلك؟ قال: خوفك يا رب. وإن الله تعالى غفر له هذا القول، وإن الله تعالى غفر له لهذا القول أي خشيتك. فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله عز وجل يقدر على جمع رمادي وإحيائه، وقد غفر له لإقراره وخوفه وجهله. إذن هذا الحديث كما ذكرنا دليل على إثبات العذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ. يقول: وقد قال بعض من يحرف
الكلمة عن مواضعه، أن معنى لئن قدر الله علي لئن ضيق الله علي، بيقول إن معنى لئن قدر الله، القدر هنا من القدرة، إنما هو يقول لا، قدر هنا بمعنى ضيق، كما قال الله عز وجل: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني فضيق عليه رزقه. هذا تأويل باطل لا يمكن، لأنه كان يكون معناه حينئذ لئن ضيق الله علي ليضيقن علي، لأن الحديث بيقول إيه: فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. لئن ضيق الله علي ليضيقن علي، وهذا أي ليعذبني يعني ليضيقن علي، وهذا تأويل باطل. وأيضا فلو كان هذا لما كان لأمره بأن يحرق ويذر رماده معناه، ولا شك في أنه إنما أمر بذلك ليفلت من عذاب الله تعالى، وكان جاهلا كما ذكرنا، لم يعلم إلى أن مات أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على إحيائه بعد مماته. يجهل هذا، فدل ذلك على أن الله لا يؤاخذ الإنسان الذي لم تبلغه الرسالة ولم تبلغه الحجة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها. قامت عليه الحجة يعني إيه؟ يعني بلغه، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول. فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل. معذور بالجهل يعني لا يعلم، لم يبلغه ذلك. لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر، يعني علم أن الله تعالى له أسماء حسنى وأن له صفات عز وجل عليا، هذا لا يدرك بإيه؟ لا يدرك بالعقل، إنما يدرك هذا بالوحي. أنزل الله ذلك في كتابه، وكذا جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فالذي بلغه ذلك أقيمت عليه الحجة، ويجب عليه أن يثبت لله أسماءه الحسنى وصفاته العلي. من لم يبلغ ذلك، لم يبلغ هذا، فهذا معذور بجهله، ولا يكفر بالجهل أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها، فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه، كما نفى عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء والسميع البصير. يعني الله عز وجل له صفات حسنى سبحانه وتعالى أثبت لنفسه، فهو عز وجل السميع البصير، من صفته السمع والبصر، يسمع بسمع ويبصر ببصر، لكن بصره وسمعه عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله، لأنه ليس كمثله شيء. وقال الله عز وجل عن الإنسان: فجعله سميعا بصيرا،
فسمع وبصر الإنسان على ما يليق بضعفه وعجزه لأنه مخلوق. فالله تعالى نثبت له أسماءه الحسنى وصفاته العليا سبحانه وتعالى مع اعتقاد التنزيه أنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. هذه بعض الأدلة في إثبات العذر بالجهل، ونستكمل إن شاء الله بقية الكلام عن ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. من كتاب الطريق إلى الولد الصالح، وصلنا إلى الكلام عن علاج خطأ الطفل. ذكرنا أن الطفل لا بد وأن يخطئ، فكيف نعالج خطأه؟ ذكرنا أننا أولا نستعمل الرفق واللين والرحمة، ونبتعد عن العنف، وذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق، وكان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. كذلك على الأب وكذا الأم عليه أن يعوذهم من الشيطان والعين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. العين اللامة اللي هي العين المؤذية بالحسد. يبقى ينبغي ان يجي الاب او الام يمسك طفله ويعوذ بهذا الدعاء، اعيذك بكلمات الله التامة، كلمات الله تامة كاملة لا يلحقها نقص، من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ومعنى أعيذك بكلمات الله، أعيذ يعني ألجأ وأحتمي بالله عز وجل، فكلمات الله هذه غير مخلوقة، وصفة الكلام من صفات ربنا عز وجل، فهذه الكلمات تكلم الله بها من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وهذا رواه البخاري. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا يبكي فقال ما لصبيكم هذا يبكي، فهل استرقيتم له من العين؟ رواه أحمد وحسنه الألباني. يعني الطفل الذي يبكي بصورة مستمرة فهذا يرقى من العين. وعن ابن عابس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن عابس ألا أدلك ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ قال بلى يا رسول الله. قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هاتين السورتين. رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني. إذن عندنا دعاء
أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وعندنا قراءة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. يبقى مهم جدا جدا في تربية الطفل، في تربية الطفل حتى لا يأتي بأفعال يضرب عليها، أننا نعوذه نرقيه. الطفل خصوصا، والعين هذه تصيب أي إنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن أكثر هلاك أمته بعد قضاء الله وقدره العين. أكثر هلاك هذه الأمة بالعين، العين، العين اللامة، العين المؤذية بالحسد. لذلك التعويذ هذا مهم جدا. وإحنا أيضا عندنا أذكار الصباح وأذكار المساء، ومنها قراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات. وعليك أن تدعو لهم لا أن تدعو عليهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدامكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم. فهنا ينهى صلى الله عليه وسلم أن ندعو على أنفسنا، يعني في واحدة خاصة النساء لما يحصل لها أي حاجة تقول يا رب خدني، تصبني مصيبة مش عارف ياخدني إيه. ده غلط، هذا لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو على أنفسنا، ولا تدعو على أولادكم. العيال مغلبينها تفضل تدعي عليه. ولا تدعو على خدمكم، لخادم يدعي عليه. ولا تدعو على أموالكم. طب ليه بقى؟ لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. ممكن في الساعة اللي عمال يدعي فيها دي تكون ساعة استجابة، فيستجيب الله تعالى دعاءه. وهذا معلوم، والأمثلة عليه كثيرة جدا. أب يدعي على ابنه، أم تدعي على ابنها، وسبحان الله والدعاء يستجاب فيه، الدعاء يستجاب فيه. وجاء رجل إلى ابن المبارك رحمه الله يشكو ولده، فقال: هل دعوت علي؟ قال: نعم. قال: أنت أفسدته. يعني لما دعيت عليه، الولد مهما كان يدعى له، مهما كان يدعى له، لا أن يدعى عليه مهما كان. والهداية بيد الله، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. نفضل ندعيله ندعيله، وربنا سبحانه وتعالى هيستجيب الدعاء، وهنجد هذا الابن سبحان الله يغيره الله عز وجل بالهداية. ف
فالحذر من الدعاء على الولد، فقد يستجاب الدعاء فيفسد الولد ويشقى وتزداد المشكلة تعقيدا. ولعلاج هذا لا بد من الدعاء له مرة أخرى بالصلاح، لتزيل الدعوة له الدعوة عليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ولا يرد القدر إلا الدعاء، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. يعني كده العلاج إيه؟ على طول دع عليه، يوم على طول يدعو له، لأن القدر يرد بالدعاء فيدعو له. وعليك إن أخطأ أن تعالج خطأه بالحكمة والإقناع. يشوفوا إحنا بناخد بالأسباب دي كلها، إن ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنه الشيطان، يصرف عنه العين المؤذية بالحسد ونحو ذلك. طيب وقع بعد ذلك هذا الطفل في خطأ ولا بد أن يقع، كيف نعالجه؟ نعالجه بالحكمة والإقناع، وهذا نتعلمه من رسولنا صلى الله عليه وسلم. فعن أبي رافع ابن عمرو الغفاري قال: كنت وأنا غلام أرمي نقلا للأنصار، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: إن هاهنا غلاما يرمي نخلنا. أرمي نخلا يعني بيحدف النخل بالطوب فيقع البلح وياخده ياكله. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: إن هاهنا غلاما يرمي نخلنا. فأتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، لم ترمي النخل؟ قال: قلت آكل، يريد أن يأكل. قال: فلا ترمي النخل وكل ما يسقط في أسافلها. يعني ما يرميش النخل، ده بيقع منه حاجات مستوية تقع. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل ما يسقط في أسافلها، اللي يقع تحت في الأرض كله. قال: ثم مسح رأسي وقال: اللهم أشبع بطنه، رواه أبو داود وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله. هنا نلاحظ هنا إزاي الرسول عليه الصلاة والسلام عالج خطأ هذا الطفل. أول حاجة الاستفهام والسؤال. يعني إيه؟ إحنا بنستعجل. مثلا الولد جه مثلا الخبر، الولد عمل كذا خطأ، يقوم جاي مثلا أبوه ده محضر له في البيت حاجة يضربه بيها، أول ما يجي يقوم نازل في ضرب. لا كده خطأ، إنما لازم هو يهدي نفسه ما يغضبش ويكون عنده حكمة، بعدين يقول له: لما فعلت كذا؟ لما فعلت كذا؟ أو أنا جالي دلوقتي خبر إن أنت عملت كده، ليه عملت كده؟ هيقول: أنا عملت كده عشان كذا 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 كذا. تمام، يبقى كده ثبت إن هو فعلا اعترف على نفسه وأقر إن هو فعل الخطأ ده. طب فعلت الخطأ ده ليه؟ لكذا. يجي الخطوة اللي بعد كده نبدأ نعالج الخطأ بالإقناع، نعالج الخطأ بالإقناع. أول حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه، قال له: فلا ترمي النخل، يبقى الغلط ده ما تعملوش، بس لازم يكون في بديل حل، بديل حل. وكل ما يسقط في أسافلها، شفتوا الحل بقى؟ يبقى اللي انت بتعمله ده غلط، الصح اعمل كذا. طب ممكن تعمل كذا، طب ممكن اللي انت عايزه اطلبه مني انا، يبقى انا بديله ايه؟ حل.
يبقى ده هو اسمه الإقناع. وبعدين الدعاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثم دعا له اللهم أشبع بطنه صلى الله عليه وسلم. شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم عالج خطأ الطفل إزاي. يبقى ننتبه كيف نعالج خطأ الطفل، كيف نعالج، فنعالجه بهذه الطريقة التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الطفل. يبقى في حكمة، في إقناع أنه يقتنع اللي عمله غلط، وأيضا يكون هذا على انفراد، وليكن هذا على انفراد في جلسة يغلب عليها الرحمة وإظهار الشفقة، فهي أدعى إن شاء الله تعالى لقبولها. كما وجدنا وصايا الآباء للأبناء في القرآن تقوم على ذلك. قال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني، بص شوف النداء شفقة، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى الانفراد، يعني ياخد ابنه ده على انفراد. وطبعا احنا اتكلمنا في الأول خالص على العلاقة بين الزوجين، إذا كان هذا علاج للطفل فما بال الزوجة، يعني الزوج ينبغي مع زوجته إن أخطأت أن يتعامل معها بهذه المعاملة بل وأحسن وأفضل. وإن لو كان في علاج لخطأ أو عتاب ونحو ذلك يكون على انفراد بعيدا عن الأولاد. وكما ذكرنا أن الزوج والأب لابد وأن يحترم زوجته أمام الأولاد حتى يشب الأولاد على احترام أمهم. فالولد عندما يخطئ يكون هكذا العلاج. كذلك أن تعلق العصا في مكان ظاهر يراه الطفل، فهناك من الأطفال من يرضعه مجرد رؤية العصا أو الصوت، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه لهم أدب، رواه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني. علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه لهم أدب. قال ابن الأنباري لم يرد الضرب به، يعني التعليق ده مش للضرب، لأنه لم يأمر بذلك أحدا، إنما أراد لا ترفع أدبك عنهم. وكان لأبي محمد العكبري صوت معلق في منزله، فإذا سئل عنه قال ليرهب العيال منه، يعني الولد يبقى عارف إن فيه عقوبة، فهو لما يجي يخطئ أو أمه تخوفه فيجي يبص كده يلاقي مثلا صوت معلق، خشبة معلقة، دي للعقاب، ومش هيضربوا بيها، مش هيضربوا، لأن مفيش ضرب كده، الضرب هنبين هيضربوا ازاي، انما هو بيخوفوا بيها. فلما الطفل يشوف دي متعلقة كده ينزجر يخاف،
والأم تخوف ابنها بأبيه حتى ينصلح وينزجر، وأن يخوفه الأب به إن تكرر خطأ ولا يهمله أو يغفل عنه، فإن تأديبه ومنعه مما يفسده مسؤوليته. دي مسؤولية الأب، مسؤولية الأب إنه يؤدب ابنه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده. رواه الترمذي وصححه الألباني. ومعنى الجناية هنا أي الذنب والجرم. يبقى هنا الأب مسؤول عن مين؟ عن ابنه، دي رعيته، مسؤول أن يؤدبه وأن يهذبه، ومن ثم فلا بد وأن يأخذ بهذه الخطوات التي جاءت في الشرع. إن أخطأ الولد تجهم أبوه في وجهه لتعلن أنك غير راض عن فعله. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة. رواه أحمد وصححه الألباني. ما ينفعش ان احنا نقابل خطأ الولد بالضحك، خاصة لما يكون لسه صغير وبينطق الكلمات مكسرة وبيخطأ في الكلمات، فيجي أبوه يضحك أمه تضحك. لا، الغلط لما يكون في غلط ما نضحكش للولد. أول حاجة لازم الوجه ده يتغير، التجهم، ليعلم الطفل أنه قد أخطأ ويعرض عنه حتى يرجع عن خطأه. وهنا مهم جدا التوافق في التربية بين الأب والأم. يبقى فيه توافق. يعني إيه توافق؟ يعني مثلا الولد أخطأ، أبوه سيعرض عنه مش هيكلمه، الأم تعمل إيه؟ تفضل تأنبه وتلومه وتعاتبه وتقول له إن روح اتأسف وروح قول إن أنا مش هعمل كده تاني وأنا عرفت إن ده غلط ومش هعمله تاني. هو دي لو ما تمتش التربية بالكده يبقى الولد ده هيفسد. في بقى بالعكس، تقوم الأم مطبطبة عليه وتضحك في وشه، تطبطب وتضحك في وشه، والولد بقى كده فهم، الولد ذكي، فهم كده إن في جهة تانية هتطبطب عليه. يبقى زعل الأب ده مش مهم، يبقى الولد مستمر في الخطأ ويتجذر فيه هذا الخطأ، يبقى كده ما ترباش، لم يهذب، اللي هي مسؤولية الأبوين. وبالتالي هنجد الأولاد يبقوا في البيت أحزاب وفرق، جزء مع الأب وجزء مع الأم، وده البيت بذلك ينهدم. الأولاد دول للأسف هيطلعوا مش كويسين، لا مع الأب ولا مع الأم لما يكبروا. لذلك التربية تحتاج إلى توافق، توافق الأبوين. لو ما تمتش بالصورة دي يبقى الولد ده مش هيتربى. يبقى لازم فيه الأب بيشد، بيتجاهل، بيعبس لما الولد يخطئ ويعرض عنه، والأم تأنبه وتعاتبه وتقول له روح اتأسف وانت أخطأت وقول أنا مش هعمل كده تاني. بكده الولد ينصلح. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعرف ان حد من أهل بيته كذب كذبة بس لم يزل معرضا عنه
حتى يحدث توبة. إن اعتذر الولد قبل اعتذاره وقوم سلوكه، ويبدأ بقى الأب في الحالة دي يبدأ يغير بقى الوجه اللي كان متجهم ده، الغضب ده يحوله إلى ابتسامة حانية راضية. إن عاد إلى الخطأ فاحذر الغضب، وإن كان لابد من عقاب فافعله وأنت هادئ، لأن الغرض الإصلاح والتأديب لا الانتقام والتشفي. وانظر إلى تأديبه صلى الله عليه وسلم، فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت، كان سيدنا أنس في السن ده عنده 10 سنين، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قلت: نعم، أنا أذهب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعته في حاجة اتأخر عليه، وراح سيدنا أنس شاف الأطفال بيلعبوا واقف بيتفرج عليهم، يعني ما راحش للحاجة اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعته ليها، لسيدنا أنس كان خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما لقى اتأخر راح يشوف اتأخر ليه، لا واقف بيتفرج على الأطفال وما بيلعبوا. قام الرسول صلى الله عليه وسلم مسكه من قفاه من ورا، فبص له أنس فلا الرسول صلى الله عليه وسلم بيضحك له. قال: فنظرت إليه وهو يضحك صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ شوفوا كمان ما قالوش يا أنس، بيقول له يا أنيس. يا أنيس دي تصغير كلمة أنس، يعني شوفوا الكلام بلطف ازاي وبرفق ازاي وبلين. أذهبت حيث أمرتك؟ فقلت: نعم، أنا أذهب يا رسول الله. لذلك سيدنا أنس رضي الله عنه صدر الكلام بإيه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. شوفوا التعامل مع خطأ الطفل كان ازاي، مع ان الموضوع ده ايه يزعل لو كان بعت ابنه مثلا لمشوار ضروري ومهم جدا والولد اتأخر ويروح يدور عليه، ايه لقاه بيلعب، راح يدور عليه لقاه بيتفرج، هيعمل فيه ايه؟ هيمسكه يضربه. لكن احنا لما نيجي نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم اتصرف ازاي، ده قدوتنا صلى الله عليه وسلم. يبقى العلاج هنا ايه؟ يبقى الانسان ما ينفعلش مع ده، طفل، طفل يحب اللعب، طفل لابد ان يخطئ. يبقى التعامل معه ازاي؟ التعامل معاه يكون برفق، لان الغرض هو الاصلاح والتاديب. وللضرب قواعد، لأن الضرب ليس هو الأصل، إنما يلجأ إليه عند استنفاد الوسائل الأخرى للتأديب أو الحملة على الطاعات الواجبة. خلي بالكوا، شوف الضرب ده ليه قواعد. أول حاجة: ألا يكون قبل العاشرة. بص بقى، الولد ما يتضربش قبل 10 سنين لأجل الصلاة، وكمان هيتضرب عشان الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 سنين واضربوهم عليها 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أحمد وصححه الألباني. فهذا الأمر بالضرب بالنسبة للصلاة، أما دونها من الأمور الحياتية والسلوكية فلا يضرب عليها إلا ضربا دون ضرب الصلاة للتهذيب، يعني يبقى ضرب خفيف.
وأن يقلل منه، يعني يقلل من الضرب ما أمكن، كالملح القليل للطعام يصلحه ولا يفسده. فقد كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى الأمصار يقول: لا يقرن المعلم فوق ثلاث فإنها مخافة للطفل. يعني المعلم لما يجي يضرب الولد يضربه إيه؟ ما يضربش فوق ثلاث، لأن فوق ثلاث تخيف الطفل. وقال القاضي شريح: لا يضرب الصبي على القرآن إلا ثلاثا، كما غطى جبريل عليه السلام محمدا صلى الله عليه وسلم ثلاثا. وأن يصيب بضربه الجلد دون اللحم، جلد يعني ضربة إيه خفيفة، وأن لا يرفع إبطه في الضرب، يعني ما يرفعش كده إيده فوق كده بحيث يبان الإبط، وأن يجتنب الوجه، ما يضربش على الوجه، الضرب على الوجه حرام، والمواضع الحساسة يجتنبوها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. رواه أبو داود وصححه الألباني. وإذا استغاث الطفل بالله، لو استغاث الطفل بالله فيجب التوقف، يعني يقول بالله عليك، يقول بالله عليك، يبقى هنا بيستغيث بالله، بالله عليك، يتوقف تعظيما لله تعالى في نفس الطفل، ويقول له: تركتك من أجل تعظيمك لاسم الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه. رواه أحمد وصححه الألباني. هذا إذا كان الضرب تأديبا، أما إذا كان حدا فلا، يعني إذا كان بيقام عليه الحد، يعني في أمر هذا في حد من حدود الله، فاستعاذ بالله لا، فأعيذوه لا، يقام عليه الحد. وكذا إذا استغاث مكرا، يعني ممكن يستغيث بالله ويقول بالله عليك، بس ده مكر منه، مكر منه، فالأب هنا أدرى بابنه. وليحذر القسوة والعنف، فإنها مخالفة للشرع، ويترتب عليها مفاسد كثيرة، كما سيأتي إن شاء الله كلام ابن خلدون رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا، أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.